عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم بالخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت يلتقي بقوات شرطة الدوريات وأمن الطرق ويشدد على الضبط والربط العسكري. تربية حضرموت الساحل تعقد ورشة عمل حول التخطيط والرقابة المخزنية وتفعيل الجانب القانوني والإداري. أزمة الوقود تعاود نشاطها الخانق على محطات بيع المشتقات النفطية في حضرموت. أهلا بكم. بعث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سلمين البحسني برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفقيد المذيع محسن بطويرق الذي وافته المنية يوم أمس بالعاصمة عدن. وقال المحافظ في برقية العزاء أن ابن حضرموت المذيع القدير والإعلام المخضرم محسن بطويرق رحمة الله عليه يعد أحد أبرز الكوادر الإعلامية الإذاعية القديرة والمجربة للعمل. بدأ مشواره في إذاعة المكلا منذ سبعينات القرن الماضي، وكان أحد أبرز المذيعين فيها ومن أوائل المذيعين الذين انتقلوا للعمل في إذاعة وتلفزيون عدن. وكما عمل الفقيد في إذاعة صنعاء وإذاعة عربية أخرى من بينها دبي. وبرحيله يفقد الوطن أحد أبرز كوادره الإعلامية القديرة. عقدت لجنة الإغاثة الفرعية بساحل حضرموت اليوم اجتماعا لها برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت رئيس اللجنة الشيخ عمر بن حبريش. وناقشت اللجنة عددا من المواضيع المتعلقة بنشاط عملها والمقترحات الخاصة بالاحتياج الإغاثي وخطة وآليات تعزيز العمل الإغاثي والإشراف على إيصال وتوزيع المواد الإغاثية على مستحقيها في المناطق والمديريات. وشددت اللجنة على تعزيز النشاط الإغاثي بالمحافظة والتنسيق المستمر مع مختلف المنظمات الدولية والمجتمع المدني فيما يتعلق باستلام كافة المواد الغذائية والعلاجية وآليات توزيعها وفقا للاحتياج الفعلي والالتزام بالمعايير المحددة لذلك، مؤكدة أهمية أن يشمل توزيع المواد الإغاثية جميع المديريات وإيصالها لمستحقيها. التقى مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي صباح اليوم في الطابور الصباحي بقوات شرطة الدوريات وأمن الطرق. وخلال اللقاء حث العميد التميمي أفراد الدوريات على رفع اليقظة الأمنية والقيام بدورهم الوطني على أكمل وجه والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، مشددا على مستوى الانضباط لأفراد وضباط الدوريات وحرصهم على تأدية واجبهم على المستوى المطلوب ونشر الأخلاق الإسلامية في الميدان لخلق علاقة مباشرة وجيدة مع المواطنين. وأضاف أن هناك مجموعة من البرامج التي سوف تستطيع دوريات الأمن من خلالها التخفيف من ارتكاب الجرائم والسرقات والاعتداءات وحوادث السير في الطرقات. ناقش لقاء عقد بمدينة المكلا اليوم حول تفعيل البرامج الإعلامية لشرطة وأمن ساحل حضرموت. وتتضمن البرامج الإعلامية توقيع عقد شراكة مع أحد القنوات التلفزيونية لعمل فلاشات توعوية لأجهزة الأمن بساحل حضرموت ونشر أرقام الطوارئ والعمليات للمواطنين، بالإضافة إلى البرامج التوجيهية الخاصة بالشرطة بهدف رفع مستوى اليقظة الأمنية لدى أفراد الأمن وبثها على نطاق واسع تسهم في خلق نوع من الترابط بين الأمن والمجتمع. عقدت اللجنة الرئيسية المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 19 لعام 2018 اليوم اجتماعا برئاسة رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خنبش بالمكلا. وناقشت اللجنة ضم كليات ومراكز وأصول جامعة حضرموت بالوادي والصحراء إلى جامعة سيئون. كما ناقشت اللجنة بنود محضر الاتفاق وتشكيل لجان فرعية تقوم بتنفيذ آليات ضم الكليات والمراكز العلمية بين الجامعتين. وأوضح رئيس جامعة سيئون نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد الكثيري أن كافة الكليات والمراكز العلمية والأصول بالوادي ستكون مع
مطلع العام الدراسي الجامعي الجديد في سبتمبر تتبع مباشرة لجامعة سيئون، مشيرة إلى أن اللجان الفرعية ستنجز كافة مهامها ويتم التوقيع على محاضر الاستلام ورفعها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعميدها. وتأتي هذه المحاضر بناء على قرار رئيس الجمهورية لإنشاء جامعة سيئون. نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اليوم ورشة عمل بعنوان التخطيط والرقابة المخزنية وتفعيل الجانب القانوني والإداري لتربية حضرموت الساحل، والتي تزداد 300 كادر تربوي وتعليمي على مستوى المحافظة والمديريات ورؤساء الأقسام التخصصية والإحصاء والتخطيط والشؤون القانونية والرقابية والتجهيزات والشؤون المالية وشؤون الموظفين، وعينا من مدراء المدارس ورياضي الأطفال والمختصين بالأقسام المعنية بحضور قيادة العمل التربوي والتعليمي في المحافظة والمديريات. وقدمت في الورشة 5 أوراق عمل بحثية، وخلصت الورشة إلى عدة مداخلات وتساؤلات من قبل المختصين المشاركين في الورشة. في إطار زيارتهم لمحافظة حضرموت، زار اليوم مدير المساعدات الإنسانية الخارجية بدولة الإمارات سعيد الكعبي مستشفى المكلل للأمومة والطفولة مع عدد من الصحفيين والمصورين الأجانب من وكالات وصحف وقنوات عالمية، حيث تفقد الوفد عدد من الأقسام بالمستشفى واطلع على الاحتياجات لتطوير العمل بالمستشفى. وقدم الدكتور رياض الجريري مدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت ودكتورة أبهاء عبد الله بعويضان مدير عام مستشفى المكلل للأمومة والطفولة شرحا تفصيليا حول آلية العمل بالمستشفى ومتطلبات واحتياجات الأقسام فيها. وخلال زيارة قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرافقة للوفد هدايا مختلفة ومتنوعة للأطفال المرضى وتكفلهم بعلاج بعض الحالات من النازحين تقديم عدد من الخدمات والمساعدات للمستشفى. برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني، شهدت مدينة الشحر يوم أمس فعاليات زواج الرقة الجماعي الأول 52 عريسا وعروسا، واتسم الحفل بالطابع الفلكوري لمدينة الشحر العريقة، وتضمن تشكيل لوحة فنية فريدة بمشاركة عدد من كبار الفنانين. وأكد رئيس لجنة الزواج محمد بن بريك أن فعالية الزواج بدأت بعقد النكاح بمسجد العيدروس في سياق الجهود الخيرية للتخفيف عن الشباب، شاكرا محافظ محافظة حضرموت لرعايته ودعمه للزواج الجماعي وكذا عدد من المؤسسات الخيرية. التحق نجم منتخب حضرموت للتايكوندو نجم نادي الأهلي الغيل وسمعون الشحر أحمد الخلاقي مؤخرا بمعسكر المنتخب الوطني المقام حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحضيرا واستعدادا لمشاركة المنتخب في دورة أولمبياد آسيا التي ستقام في إندونيسيا خلال الفترة من 18 من أغسطس الجاري إلى 2 من سبتمبر المقبل. وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني لتايكواندو قد اختار النجم الخلاقي لعضوية المنتخب بعد تطور مستواه وتقديمه لعروض قوية وراقية وتطوير قدراته في بطولات اللعبة الماضية واستمراره في التدريبات. عودت أزمة المشتقات النفطية إلى حضرموت بنشاطها، وطوابير لا تكاد تعرف أين بداياتها ونهاياتها أمام المحطات المنتشرة على الخطوط الرئيسية داخل وخارج المدن. المزيد نتابع التقرير التالي. يا ترى من المستفيد من خلق الأزمات في مدن حضرموت؟ شعب يتوجع مرارا وتكرارا ولا وجود لحسيب ولا رقيب. لماذا نتلاعب ونستغل رغبات مكاسبنا ببعضنا البعض على حساب المواطن الغلبان؟ ونحن نتغنى بالاستقرار والأمن والأمان، وهذا شيء لا غبارة عليه، ولا أحد ينكر جهد قواتنا الحضرمية الأمنية، ولكن لا يقابل الأمن والاستقرار بوجود الأزمات المقيتة. فنحن نعاني اليوم حربا نفسية هي أشد من الحرب بالعتاد، وخسارتها أكبر من الأخيرة.
عادت والعودة أحمد أزمة المشتقات النفطية الخانقة إلى مدن حضرموت، والطوابير لا تكاد تعرف أين بدايتها ونهايتها أمام المحطات المنتشرة على الخطوط الرئيسية داخل وخارج المدينة، وهذا قد يشكل أزمة جديدة في عراك يستمر مع المواطنين بين حاملين للدبب البلاستيكية والمنتظرين دورهم من أصحاب المركبة. بيان تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي يقول ويوضح حقيقة الأمر للرأي العام بأن سبب هذه الأزمة هو رفض تجار الاستيراد للمشتقات النفطية دخول بواخيرهم الرأسية على بحر المكلا، والتي تقدر بخمس بواخر للتفريغ بميناء المكلا، بحجة أنهم يريدون إلغاء العقد السابق مع الشركة ويحاولون إلى الآن تحسين عقودهم ورفع قيمة بيعهم لللتر الواحد لشركة النفط من 284 إلى 310 تقريبا أو أقل من ذلك بقليل، وتخفيض النسبة الموقعين عليها من كمية الباخرة التي ستذهب للسوق المحلي من 50% إلى 20% أو أكثر من ذلك بقليل، وهذا وهم يمارسون على حد البيان الضغط على الشركة بعد إدخال بواخرهم وتفريغها لإدخال حضرموت في أزمات خانقة للقبول بمطالبهم، ولا توجد بدائل أمام قيادة فرع الشركة لتخفيف الأزمة. وهنا يظل المواطن الكحيان يسأل من سيأتي بحلول ترقيعية بين التجار والشركة لفك الكربة عليهم؟ هل يجب للسلطة أن يكون لها دور أم إنها ستكتفي إلى أن يتصافى الجانبان والضحية شعبنا؟ لقناة المكلا فادي حقان. بهذا التقرير مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت يلتقي بقوات شرطة الدوريات وأمن الطرق ويشدد على الضبط والربط العسكرية. تربية حضرموت الساحل تعقد ورشة عمل حول التخطيط والرقابة النفسية وتفعيل الجانب القانوني والإداري. أزمة الوقود تعاود نشاطها الخانق على محطات بيع المشتقات النفطية في حضرموت. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، حتى الملتقى، لكم منا أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.